كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة في طبعتها 14 في الجزائر، محطة جديدة أكدت فيها الجزائر احترافيتها في تنظيم أكبر المواعيد الرياضية، أجواء رائعة وتنظيم محكم في 3 ولايات استقبلت أبناء القارة السمراء. كانت كل العيون فيها موجهة لملعب نيلسون مانديلا الذي احتضن الافتتاح الرسمي للدورة تحت شعار إفريقيا والشباب، والذي شهد تقديم عروض فنية وموسيقية. افتتاح ما شاء الله، خدمت ما شاء الله، نتمنى التوفيق للفريق تاعنا وانتو تري في فالنسيا. أجواء رائعة، الأمن كاين، تنظيم هايل ما شاء الله، أجواء عائلية. أهداف بالجملة، إثارة ومتعة هو أهم ما ميز الدور الأول من الموعد الرياضي، دور ظهرت فيه الجزائر للعلن في المباراة الافتتاحية بمجموعة متكاملة سطرت هدفها بالذهاب بعيدا في المنافسة وضمان التأهل لكأس العالم، بداية استهلها أشبال المدرب رمان بفوز مستحق ضد الصومال بفضل ابن الجنوب الجزائري مسلم أناطوف الذي وقع على ورقة الفوز بهدفين أكسبه لقب رجل المباراة. الأمر صنع الفارق مباراة، يعني لاعبين وتعليمات المدرب هي اللي صنعت الفارق. الحمد لله يا ربي، الحمد لله حققنا الأهم واللي هو الفوز بمباراة وثلاث نقاط. الجولة الثانية من الدور الأول شهدت تعثر محاربي الصحراء في مباراة جمعتهم ضد المنتخب السنغالي، مباراة خالفت كل التوقعات حيث كانت التشكيلة السنغالية أكثر خطورة منذ انطلاق المباراة، خاصة بنجاحها في الاستحواذ على وسط الميدان، أمر شكل صعوبات في دخول زملاء يونس بداني في أجواء المباراة. هي مباراة تعلموا منها وشفنا فيها أخطاء لنصحوهم المباراة الجاية إن شاء الله، والمباراة الجاية إن شاء الله راح نمدوا وش عدنا. معليش المباراة هذه نحسبوها من الباسي إن شاء الله، ما لازمش نريحوا نخموا فيها، عندنا مباراة مهمة ضد الكونغو لازم نفوزوا فيها ونتأهلوا إن شاء الله للربع النهائي. الجولة الثالثة والأخيرة والتي شهدت حضورا جماهيريا ضخم، تعادل فيها محاربو الصحراء أمام نظيره الكونغولي الذي كان سباقا في التهديف عن طريق لاعبه ناتسوكو في الدقيقة 67، إلا أن مسلم أناطوف لم يتأخر عن تعديل النتيجة دقائق فقط بعد دخوله لأرضية الميدان ليحسم فيها الخضر تذكرة المرور للدور الربع النهائي. يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم وإن شاء الله ندوها 1-2-3 في بلاجيري. أنا فرحاني فرحونا بيعطي المجمع إن شاء الله تتخلقينا زيدوا تأهلوا إن شاء الله.